ربما الوجوه بتختلف، ولكن القصص نفسها مع كل محتاج عم يدق باب الام تي في ليطلب المساعدة. المرض بيزورهم بأصعب الظروف المادية، بظل تغطية مفقودة للضمان الاجتماعي، وبصير مصيرهم مجهول. أسعد جوهر قصة من هذه القصص الأليمة، بلحظة تبدلت حياته حين قلبه خانه هو عم بيسوق سيارة الأجرة يلي منها بعيش عيلته. بنزل أحد الزباين، حسيت مثل حريق قوي على صدري وما عم بقدر أخذ بقى نفس. حسيت إنه خلص، يعني مثل ما بقولوا لا فيه فيني، يعني خلص انتهت. دورنا جينا على الإجنس. أنا عمري هلأ تقريباً 50-51 سنة، أطلع كنت الدرج أسبق الأولاد. الأولاد استغربوا فيي كيف أركض قدامهم. يعني نحن نتمنى من الأيادي البيضاء واللي حابين يقفوا بصفنا ويساعدونا نحن نكون مشكورين لهم. بشكل مفاجئ زار المرض هيدي العيلة الصغيرة. أسعد الأب عمره 50 سنة فقط، ابنه دركة وبنته طالبة مدرسة. زوجته بتعمل مساعدة لطبيب أطفال، ولكن حتى دواء الشريين الأساسي من الصعب إنه يأمنه. يعني الدواء يعني حقه 7 مليون، كان لازم يجيبه. يعني قالنا الحكيم مفروض ياخد هيدا الدواء، بس لأن عرفنا وضعنا قدنا يعني كرمال هيك قالنا فيكم تجيبوا غير هيدا الدواء. وهذا الدواء جبناه، ويومين رجع دهورت صحته، رجع سكر نفس الشريان لأن بده يكون ملائم الدواء. من أجل أن لا يتوقف قلب أسعد عن الخفقان وأنه يكمل حياته مع عائلته ويكون السند لإله، الاتكال هو على عطاء الناس ومساندتهم.